بدأها كريم بنزيما في الشوط الأول لتردي التمريرة من كارفاخال. بنزيما يفتتح حصة التدريب ويسجل هدفه التاسع في مرمى غرناطة، الضحية المفضلة للاعب الفرنسي. بالطبع هنا دخول يوسف العربي في الدقيقة 57، دقيقتان على ذلك يتمكن اللاعب المغربي من تسجيل هدف التعادل، حتى وإن كان كذا مغاص ربما يتحمل مسؤولية بخروجه المستعجل لهذه لملاقاة يوسف العربي بعد أن رأى أن هناك لاعبين. هنا تمريرة من كوفازيتش إلى مودريتش وقذيفة صاروخية، الهدف التاسع لمودريتش مع ريال مدريد منذ مجيئه، وفرحة